هذا المهرجان الوطني للتراث والثقافة والمحبة والسلام للفكر والرؤى الفكرية والثقافية الدولية والعربية والإقليمية والمحلية. المهرجان في دورته 30 يحمل أيضا المزيد من التوهج، المزيد من المحبة واللقاء حول الكلمة المجنحة، الكلمة الطيبة، الكلمة التي تأخذ الناس إلى مزيد من الحضارة والتقدم. نحن في هذا النقل الحي ننتظر إن شاء الله وصول سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موقع الجنادرية، إلى حيث سينطلق إن شاء الله بعد وقت قصير نشاط رياضة الهجن، وينطلق الهجانون وهجنهم ينطلق وهجنهم ينطلقون في سباق مشرف بحول الله. سأتولى أنا وزملائي هذا النقل الحي، حيث أنتقل الآن لمزيد من الصورة والكلمة إلى الزميل محمد المحي. شكرا جبريل. مشاهدينا الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم وترحيبا بكم من الجنادرية، حيث كما أسلف الزميل جبريل نحن بانتظار تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله للجنادرية، حيث سينطلق سباق الهجن. ما نود الإشارة إليه أن اللجنة المنظمة للمهرجان هذا العام قد أصدرت كعادتها في كل عام نشرة متكاملة عن المهرجان الجنادرية 30، وعنونت هذه النشرة في عرس عقدها 3 مساء اليوم سلمان يبارك جنادرية الحزم. هذا المهرجان مشاهدينا الكرام وهو في صفحته 30 وانطلق منذ عام 1985 وهو يتجدد في كل عام محافظا على أصالة وتقاليد وتراث وثقافة أبناء المملكة العربية السعودية. ثم تشرف المهرجان بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القرية الشعبية التي تشهد مئات الآلاف من الزوار في كل عام. أنتقل مشاهدينا الكرام الآن لكم بكم إلى زميل عبد الرحمن البقيلي والذي سينقل أيضا صورة أخرى من صور هذا المهرجان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المهرجان، مهرجان التراث والثقافة 30. هذه المهرجانات التي تأتي كل سنة والتي تنظمها وزارة الحرس الوطني في الجنادرية كل عام في مجال الثقافة وأيضا في مجال هذا التاريخ الأصيل الذي نعتز به كثيرا ونفخر به كثيرا، وهو تاريخ الآباء والأجداد. الجنادرية أتت بكل ماض عريق لهذه المملكة الحبيبة، مهرجان التراث، مهرجان الجنادرية، مهرجان حقيقة بدأ يأخذ نوع من التوسع ليس خليجيا بل عربيا عالميا كذلك. سيكون أو ستكون ألمانيا مشاركة بجناح في هذا المهرجان، مهرجان الجنادرية الثالث. إذن مهرجان الجنادرية اكتسب سمعة خليجية وعربية ودولية من خلال ما يقدم فيه من فكر وتراث وحضارة تعتز بها المملكة العربية السعودية. مثل ما تفضل الزميلان جبريل ومحمد، نحن بانتظار تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتبدأ انطلاقة هذا المهرجان، مهرجان الجنادرية 30، والذي سيستمتع به من يحضر لهذا المهرجان. نعود الآن ونتواصل معكم وإلى زميل جبريل. تفضل جبريل. شكرا جزيلا لزميلي. المناسبة مناسبة فكرية وعرس ثقافي وعرس أيضا شعبي، وهناك مساحة نفتش في الذاكرة عن كل ما هو جميل في الزمن الجميل. وقبل أن يطلق الهجانون المجال لهجنهم كي تأخذ مداها في سباق مشرف، فإننا يسعدنا أيضا أن نقطع بشيء من الحديث عن
رياضة مهمة تشارك في الجنادرية، ولعلها أيضا واحدة من الرياضات المهمة في حياتنا وفي تاريخنا العربي الحاضر والماضي. لعل السقار الذي يذهب بسقره للصيد هنا وهناك في العالم واحد ممن يشكلون صورة من صور ذلك الماضي الجميل في تاريخ هذه الأمة العربية وتاريخ فرسانها النبلاء. يسعدنا أن يشارك معنا في الاستوديو الأستاذ جاسر الحربي، سقار من المشاركين في نشاط الجنادرية في مجال الصقور. ونحن سعداء بك جاسر، أنت وبسقرك أيضا. حي وضاح، ما شاء الله، حي الله وضاح. أنا أعتقد وضاح غالي يعني، ولذلك أنا بالتالي ما أقدر أتداخل مع وضاح في الحوار كثير. الطير دائما يكون غالي عند صاحبه. طيب يعني ما هي علاقة وجودكم أنتم في مهرجان الجنادرية؟ هل أنتم فقرة ثابتة دائما في مهرجان الوطني للتراث والثقافة؟ شو الصقر دائما متعلق في الجنادرية، دائما من قريب، دائما يكون متواجد دائما مع الصقار، ودائما الإرث الشعبي هذا مرتبط دائما في الصقر وفي الموروث الشعبي وفي الإبل وفي الخيل. احنا نعتبرها يعني مكمله لفروسيه الشخص. طيب الناس اللي يزورون الجنادريه اين سيجدوكم؟ اين سيطلعون على بعض يعني قصصكم، بعض صقوركم وميزاتها ومميزاتها؟ يحصلون في الخيمه الشعبيه دائما. الى جوار المكان الذي يقدم فيه الشعر. نعم الشعبي. نعم صحيح. اي جميل. هذا هو هناك متعلقين فيه هناك، وفيه بعض الزملاء هناك فيهم بركه هناك. لكن يتطرق للصقر. الصقر طائر كل يحب، حتى من الناس المعروفة ولها. هي تعتبر رياضة النخبة. نعم ما يقدر عليها للي. نعم صحيح. القادرين والمحبين. النخبة والمحبين كلهم. نعم. وتطرقت كلها، وأكثر ما شجعونا لهم زعمان الله يحفظهم، شجعونا في هذه الرياضة حيث أنهم وفرونا جميع السبل وحددونا أماكن صيد ونزاولها. أنا سمعت أن الصقور تختلف أسعارها بمكانتها أو بالمولد، المكان الجغرافي اللي تولد فيه، مثلا يعني صقور باكستان غير صقور إيران وروسيا. نعم مثلا صحيح. بعض الجمهوريات الروسية. نعم صحيح. غير بعض الصقور الأفريقية أو في شمال أفريقيا وهكذا. الجزيرة العربية أيضا الصقور الجزيرة العربية هي اعتبرت كانت من النادرة لكن انقرضت الحين بسبب قليل يعني ما عاد موجود. الآن الصقور هي الفارسي وهو يجي من إيران، هذا يعتبر مثلا النخبة في الصقور كلها، الباكستاني، الجرودي، الشامي، الروسي، الآن تيجينا من المنغولية، يجينا من روسيا، يعني طيور طيبة. خوي جاسر، أرخص صقر كم؟ ولنا لا نريد أن نذهب إلى أغلى صقر لأنه قد يزيد ولا نستطيع أن نتابعه، لكن صحيح. أرخص صقر الآن يمكن للعامة أن يعني يتداول شراءها مثلا؟ والله الأسعار تتفاوت بين اللي يفعل وبين اللي ما يفعل. اللي يفعل له سعره واللي ما يفعل يعني شلون يفعل يعني اللي يصيد يعني يصيد يحقق نجاح مثل ما نقول احنا، يصيد ينوم اسرعيه يقنص به بعيب، والركاده لها دور واللون له دور، يصير عادي ممكن ما يتجاوز ال 2000 ريال. صار للزينه مثلاً وكذا. للزينه له مجال له سعره يسوال مثلا 5-6. أما الطيور اللي مثلا فاعلة ولها طيب لها موطن. أنا قبل أن أنتقل بك إلى الزميل عبد الرحمن البقيلي لعل لديه سؤال، والزميل أيضا محمد المحيا، سؤال بسيط، وهو أنه عندما تجلسون في الخيمة الشعبية إلى جوار الشعراء يزورونكم على مدى الأسبوعين في الجنادرية عدد كبير من الناس، صحيح. هل تقدمون معلومات؟ نعم. هل يعني يجلس الواحد ويقول والله أنا هذا الصقر عندي تاريخه كذا ومولده كذا وقيمته كذا وحقه؟ نعم 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 صحيح، هذا يقدمونه بتاريخه، بعمر الطير، بشكل الطير، بنوع الطير، بفعل الطير، بشجاعة الطير، لأن في كثير من الأنواع هذه أحيانا شجاع. طيب. أحيانا طيب. أمور كثيرة بعد. إذن جاسر الحربي أتركك الآن إلى الزميل عبد الرحمن البقيلي لعله يريد أن يسألك. تفضل. خلي مايك معك. خلي المايك معك جاسر. يعني نحن نعرف أنه يعني الصقور لها مكانة مكانة هنا في المملكة العربية في العربية السعودية، لكن الحصول على مثل هذه الطيور يعني الأصيلة، الطيور أنت يعني تكلمت مع الأخ جبريل عن أنواع مميزة من الطيور. نعم صحيح.
الحصول على هذه النوعية المميزة كيف يتم الحصول عليها؟ عن طريق الشراء أم الذهاب إلى هذه الماء؟ هو عن طريق الشراء، في ناس يعني معينة مخصصة تروح تجيب تصيد الطيور هذه بعد أخذ تصاريح رسمية من الدولة المنتجة لهذه الطيور اللي هم تواجده في مثلا بيئتهم اللي هي موجودة فيها، منغوليا، روسيا، الصين الشعبية، إيران، الآن إيران أظن الطيور عندها تكاد أنها تنعدم الأصيلة منها، باكستان، لكن الطير المهاجر اللي مثلا ياطى يعبر الجزيرة العربية هذا يكون مثلا النخب الأول. شوف أسعارها وصلت، يعني الطير اللي يبيع قبل العام وصل تقريبا 1,200,000، يعني سعر يعد من النوادر، يعد من الطيور اللي لونها زين وفعلها زين ومقاسات، حتى المقاسات تشكل فرق بعد، فيها الوافي، فيها المثلوث، فيها أنواع كثيرة من الحر التام، المثلوث، الجير. الحين غزا السوق الجير طيب، هو السيبيري أصلاً ممنوع أصلاً إيجار، لكنه متوفر الحين مثل المزارع وكذا. طبعا الزملاء اوفوا رياضه الصقور معك استاذ جاسر حقها، ويعني الحديث عنها لا يمل، لكن نواصل معكم مشاهدينا الكرام واستاذنا الزملاء ايضا في الحديث عن المهرجان الثلاثين لمهرجان الجنادريه 30. وكما اسلف الزميل عبد الرحمن سابقا بان المانيا الاتحاديه سوف تكون ضيف المهرجان لهذا العام. في كل عام من او في كل سنه من السنوات تستضيف المملكه العربيه السعوديه دولة شقيقة أو صديقة لتبرز تراثها وثقافتها، لأن المملكة العربية السعودية دائما وأبدا كانت حريصة على إبراز ثقافة الشعوب الأخرى وهي مملكة السلام والأمن والأمان. أيها الأخوة والأخوات، سباق الهجن الذي سوف يبدأ إن شاء الله بعد قليل سوف يشارك فيه 134 من هجن الجزيرة العربية، وسوف تكون مسافته 19 كيلومترا. بعد نهاية السباق إن شاء الله سوف يتشرف الفائزون باستلام جوائزهم من يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. إن الرعاية الملكية مشاهدينا الكرام السنوية والمعتادة، إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام لمتابعة حفل الافتتاح ووصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. I
هكذا أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، نعود إليكم بعد أن كنا نتابع وإياكم وصول سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وصحبه الكرام، وصولهم إلى المنصة الرئيسية لسباق الهجن في موقع الجنادرية، ويرافق سيدي خادم الحرمين الشريفين عدد من ضيوف المملكة العربية السعودية من أصحاب الجلالة وأصحاب الفخامة وأصحاب السمو الذين دعتهم المملكة ودعتهم وزارة الحرس الوطني لحضور فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته 30. مرحبا بكم، نواصل هذه التغطية عبر قنوات التلفزيون السعودي المختلفة التي تنقل لكم هذا الحدث الفكري والثقافي الكبير الذي بين كل عام وعام خلال 30 ربيعا كنا نعيشه ونسعد بمضامينه المختلفة. نستعيد في الجنادرية كل ما هو جميل من ماضينا، ونقف أيضا مع أجيالنا التي تأتي إلى مهرجان الجنادرية فتقرأ شيئا من ماضيها وتستلهم شيئا من الحاضر. إن الجنادرية مناسبة تاريخية مهمة في مجال الثقافة، حيث استطعنا خلال 30 ربيعا أن نطرح الكثير من القضايا والرؤى الفكرية المهمة على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي وأيضا حتى على المستوى الدولي، حيث كانت هناك في يوم من الأيام ندوة ضمن أحضان هذه الجنادرية حول الحوار المفتوح، الحوار مع الآخر، الحوار مع الثقافة والحضارة الأوروبية الغربية أو مع الحضارة الصينية أو مع الحضارات الأخرى المختلفة غير الحضارة الإسلامية. أهلا بكم، إحنا الآن سننتقل إلى زميلنا عبد الرحمن البقيلي ليواصل معكم النقل الحي على هذه المناسبة الثقافية والتراثية الكبيرة. إذن مشاهدينا الكرام، لازلنا نحن وإياكم على الهواء مباشرة من موقع مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة 30. هذا المهرجان الذي فقط ليس
مقيدا بحفل سباق الهجن فقط، لكنه يحمل في طياته برنامج ونشاط ثقافي يشمل العديد من الندوات الثقافية والفكرية والمحاضرات والأمسيات الثقافية. أيضا هناك مشاركة رائعة جدا من كافة مناطق المملكة للاطلاع على تراث كل منطقة على حدة، وما تقدمه وما كان لكل منطقة من تراث مميز وأكلات مميزة شعبية. حقيقة هذا المهرجان يحظى بالكثير من يأتون إليه للزيارة والاستمتاع، أيضا مناسبة عامة يجد فيها الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية أو من يأتي لزيارة هذا المهرجان كل المتعة وعبق التاريخ القديم والذي يحمل الأصالة، أصالة الآباء والأجداد. لعل زميلي محمد المحيا لديه ما يود إضافته. تفضل محمد. شكرا عبد الرحمن. أيضا مشاهدينا الكرام، المهرجان الوطني للتراث والثقافة هو مؤشر عميق للدلالة على اهتمام قيادتنا الحكيمة بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة. هذه المناسبة الثقافية هي مناسبة وطنية تمتزج في نشاطاتها عبق تاريخنا المجيد بنتاج حاضرنا الزاهر، ولعل من أسمى أهداف هذا المهرجان والتأكيد على هويتنا العربية الإسلامية وتأصيل موروثنا الوطني بشتى جوانبه ومحاولة الإبقاء والمحافظة عليه ليبقى ماثلا للأجيال القادمة. ولعلنا في الحديث عن الأجيال القادمة، هذا المهرجان الجنادرية 30 هو فرصة لتعريف الأبناء بتاريخ الأجداد وما بذلوه من الغالي والنفيس مع جلالة الملك المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، حتى توحدت هذه البلاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الرعاية الملكية الكريمة للمهرجان تؤكد الأهمية القصوى التي توليها قيادة المملكة لعملية ربط التكوين الثقافي المعاصر للإنسان السعودي بالميراث الإنساني الكبير والذي يشكل جزءا كبيرا من تاريخ بلادنا. وما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في النقل الحي والمباشر عبر قنوات التلفزيون السعودي لافتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 30 وصور أخرى مع الزميل جبريل أبو دية. يوم الجنادرية بالنسبة لأجيال التي عاشته خلال 30 عاما، 30 دورة للجنادرية، هو يوم مميز حيث تستعد الأسرة بكامل أفرادها للتوجه بعد يوم الافتتاح، وأيضا يعني يشارك بعض أبناء الأسرة في يوم الافتتاح لحضور أولا ممن يهوون سباقات الهجن بحضور سباق الهجن الذي عادة يرعاه الملك يحفظه الله، وثم الانتقال بعد ذلك كما نعلم إلى افتتاح الصالات والمراكز والمشاركات الجديدة للدول العربية والإسلامية والدولية المشاركة معنا في الجنادرية في كل عام، بدءا بالدولة ضيفة الشرف والتي حظيت في موقع ضيف الشرف العديد من الدول بهذه المكانة وهذا التقدير. لعلنا نتذكر بعض الدول من ضمنها الصين وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وباكستان وأيضا تركيا وروسيا، وأيضا في الدورة 30 سيكون الضيف الكريم علينا كضيافتنا العربية السعودية الدائمة دولة ألمانيا الاتحادية، إضافة إلى أن يتوجه شباب هذا البلد الكريم الذي يحظى بالرعاية والاهتمام يذهب بعد صلاة العشاء مباشرة إلى الصالة الرئيسية لتقديم الأوبريت الفني الثقافي التراثي الذي حظي خلال أيضا ما يقارب من 26 دورة أو 27 دورة من دورات الجنادية بحضور مميز، سواء على مستوى شاعر النص الذي يكتب نص الأوبريت
حيث توازع هذه الأدوار العديد من شعرائنا المميزين على مستوى العالم العربي، شاعرنا الأمير بدر بن عبد المحسن، وشاعرنا الأمير خالد الفيصل، وشاعرنا المرحوم الدكتور غازي القصيبي، ومجموعة من شعرائنا وشاعراتنا الذين ساهموا. أيضا كان هناك حضور للعديد من فنانينا وفنانين الخليج أحبابنا وضيوفنا، وأيضا للعديد من نجوم الأغنية في العالم العربي من العراق ومصر والأردن وسوريا ومن اليمن، أيضا كان هناك مشاركة إضافة إلى فنانينا وشعرائنا في الخليج. الجنادرية تحمل في ملفها الكثير من الأشياء التي يمكن أن نستذكرها، ونحن قد سعدنا بعيشها. أنا أتكلم عن جيلي والجيل الذي ربما بعدي بقليل، عشنا 30 دورة وسعدنا بحضور هذه النشاطات الثقافية والفكرية في الجنادرية. نحن الآن ننتظر انطلاق سباق الهجن الذي يحظى برعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ضيوفه أيضا الذين أتوا من صقاع وبلاد قريبة وبعيدة ضيوفا علينا يشاركوننا هذه المناسبة التراثية والشعبية الكبيرة. فقط أذهب إلى زملائي في هذا الاستوديو عبر قنواتنا السعودية، أذهب إلى الزميل عبد الرحمن البقيلي ليتابع معكم التعليق على الصورة، ريثما نذهب إن شاء الله ومعنا المعلق الموهبة عبد الرحمن هديان العتيبي الذي سيعلق على سباق الهجن، وستلتقون به عندما تنطلق شارة سباق الهجن. أذهب الآن إلى زميل عبد الرحمن البقي. شكرا جبريل. مشاهدينا الكرام، لازلنا في هذا النقل المباشر. لعلنا نتساءل أو يتساءل البعض عن أهداف إقامة مثل هذا المهرجان، مهرجان الجنادرية. لابد أن هناك أهداف حقيقة. لما بدأت فكرة إقامة الجنادرية أو مهرجان الجنادرية سواء بسباق الهجن أو بما يليه من ندوات وأمسيات شعرية وأمسيات ثقافية، وأيضا مشاركة مثل يعني ما تطرقت إليه من مناطق المملكة. حقيقة يعني من أهداف مثل إقامة مثل هذا المهرجان، مهرجان الجنادرية، يعني منها التأكيد على القيم الدينية والاجتماعية التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ لتصور البطولات الإسلامية، لاسترجاع العادات والتقاليد الحميدة التي حث عليها الإسلام، الدين الإسلامي الحنيف. أيضا كذلك إيجاد صيغة للتلاحم بين الموروث الشعبي بجميع جوانبه وبجميع أطيافه، وبين الإنجازات الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية منذ أن تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. وكذلك العمل على إزالة الحواجز الوهمية بين الإبداع الأدبي والفني وبين الموروث الشعبي. حقيقة يعني من خلال هذه الأهداف نجد أن هناك ترابط بين الماضي العريق الذي نعتز به والحاضر المجيد الذي إن شاء الله يعني دائما نتطلع فيه إلى المستقبل وإلى الأفضل، مع سواء مع ملوك هذه البلاد السابقين رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، إلى هذا العهد الحاضر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطل الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية. إذن هو مهرجان يجمع بين الأصالة وبين التاريخ وبين الحاضر وبين الماضي. زميلي محمد المحيا، تفضل زميلي محمد. نعم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، وكما تشاهدون ما زلنا معكم افتتاح الجنادرية 30، وبانتظار وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. وكما تشاهدون الآن وصول صاحب السمو أو صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والذي سوف يحضر ضيفا عزيزا على المملكة العربية السعودية للمهرجان الوطني
للتراث والثقافة في دورته الثلاثين، وهو ما تعودت عليه المملكة العربية السعودية دائما وأبدا. وكما تشاهدون الاستقبال الرسمي المعتاد لضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 30. وهذه الصور تأتيكم مباشرة من الصالة الملكية، حيث يتوجه الضيوف المملكة العربية السعودية الآن بعد هذا الاستقبال الرسمي إلى الصالة أو المنصة الرئيسية، حيث بعد وصول خادم الحرمين الشريفين إن شاء الله واكتمال وصول الضيوف سوف يبدأ حفل أو الانطلاق إن شاء الله إلى هذه إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة. وقد وصل قبل قليل حفظه الله خادم الحرمين الشريفين وضيوف المهرجان إلى مقر الحفل. الزميل جبريل أبو ودية يواصل معكم مشاهدينا الكرام الوصف والتعليق في اللحظات القادمة للمهرجان. كما تتابعون، شكرا أخي محمد، كما تتابعون وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز في مقدمة مستقبلي جلالة ملك البحرين عند ما وصل إلى خارج البوابة الرئيسية للصالة، ثم توجه جلالة ملك البحرين للقاء خادم الحرمين الشريفين. الآن خادم الحرمين الشريفين يحفظ الله الملك سلمان بن عبد العزيز وضيوفه الكرام من أصحاب الجلالة وأصحاب الفخامة والسمو يتوجهون إلى المنصة الرئيسية وإلى الموقع الذي سيطلق من خلاله سيدي خادم الحرمين الشريفين الأشارة لبدء سباق الهجن لدورة الثلاثين من مهرجان الوطني للتراث والثقافة. وكما قلنا بأنه عندما نرى أشارة انطلاق الجنادرية الهجن في الجنادرية سنترك التعليق ل زميلنا المعلق على الهجن الأخ الكريم عبد الرحمن هديان العتيبي. نحن الآن في اللحظات التي ننتظر فيها أن يطلق حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز شارة انطلاق الجنادرية من خلال موافقتي لانطلاق سباق الهجن لهذا اليوم. وكما عودنا يحفظه الله دائما يده المباركة هي التي تطلق كل خير وتطلق كل حزم وكل عزم وكل سند لمن يحتاجون السند في هذه الأمة العربية، فهو قائد الأمة الذي استطاع بحنكته وحكمته وعدله أن يمرر يده الكريمة على مزيد من السلم والخير لأبناء الأمتين الإسلامية والعربية. حفظ الله سلمان بن عبد العزيز. ما هي إلا لحظات وسيبدأ سباق الهجن، وكما تلاحظون انتقال الكاميرات إلى بدايات الموقع الذي سيتم من خلاله إطلاق شارة الانطلاق لسباق الهجن. الآن نذهب إلى زميلنا المعلق عبد الرحمن هديان العتيبي. تفضل عبد الرحمن. هذا السباق إذا وصل بحفظ الله ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وضيفه جاهة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وضيوف المملكة العربية السعودية لحضور هذه المناسبة، مناسبة الجنادرية 30، هذه المناسبة التي نفخر بها نحن هنا في المملكة العربية السعودية بتاريخ قديم وتاريخ الآباء والأجداد. مشاهدينا الكرام، مهرجان الجنادرية حقيقة الكل ينتظر، الكل يسأل متى سيقام هذا المهرجان، إيمانا منهم في رؤية هذا التاريخ القديم الذي نفخر به. أنا كما ذكرت قبل قليل أنه لابد أن هناك أهداف كثيرة، أهداف عديدة لإقامة مثل هذا المهرجان، ومن خلال يعني هذه الأهداف التي استعرضتها قبل قليل أنا وزملائي نجد أن هناك توافق وترابط بين يعني الماضي الأصيل والحاضر المتجدد.
حقيقة يعني مثل هذه المهرجانات وهي لا تتوقف على سباق الهجن، بل هي هناك أمسيات ثقافية وأمسيات أدبية ومشاركة من كافة مناطق المملكة لإحياء هذا التراث، هذا التراث العظيم الذي نعتز به. ولعلي بجانبي زميلي محمد المحيي، تفضل محمد. نعم عبد الرحمن، واستكمالا لحديثك عن المهرجان، كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، الاستوديو الذي ننقل لكم من خلاله هذا البث الحي والمباشر هو استوديو تراثي بالكامل، ومشكورة وزارة الحرس الوطني التي جهزت هذا الاستوديو، ولزميلنا المخرج الذي كان هناك يعني عمل جاد منذ يوم أمس حتى يخرج هذا الاستوديو، وبإذن الله المهرجان سيخرج بالصورة المشرفة التي تعودنا عليها في كل عام. ما أود التأكيد عليه أن الفرصة متاحة للجميع، للأفراد وأيضا للعائلات، لحضور فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في القرية الشعبية بإذن الله ابتداء من يوم غد بحول الله وقوته. الآن يصل مشاهدينا الكرام الآن خادم السلام الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا سيدي وبصحبكم الكرام، وأنتم تشملون بكريم رعايتكم حفل افتتاح المهرجان الوطني السنوي في دورته 30 للتراث والثقافة بالجنادرية. خير بداية لهذا اللقاء وكل لقاء القرآن الكريم، الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن نوح يتلو ما يتيسر له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. خادم الحرمين الشريفين أيها الحفل الكريم، يتشرف الآن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة
بإلقاء كلمة وزارة الحرس الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ضيفنا الكبير صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لسمو أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة، معالي وزير خارجية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاين ماير، معالي الشيخ سلمان الصباح السالم الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشقيقة، معالي الأستاذ سعد محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان الشقيقة، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، ضيوفنا الأعزاء من داخل وخارج المملكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي، أهلا بكم في رحاب المهرجان الوطني للتراث والثقافة. أهلا بكم يا سيدي راعيا وقائدا ووالدا بين أبنائكم على أرض الجنادرية حيث الأصالة والتراث. أهلا بكم يا سيدي وأنت تستنهض روح الأمة وعزيمتها وتبعث الأمل والتفاؤل لكل الشعوب نحو الأمن والأمان والاستقرار والرخاء. سيدي خادم الحرمين الشريفين ضيوفنا الأعزاء، من هنا ومن هذا المكان نستذكر بكل الإجلال والاعتزاز أخيكم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه، أحد قادة مسيرة هذا الوطن وبناة مجده، الملك القائد الإنسان الذي سخر حياته خدمة لدينه وشعبه وأمته، وهو المخلص لهذا الوطن ومقدساته وتراثه وتاريخه. وما هذا المهرجان يا سيدي إلا أحد المكتسبات الوطنية التي أطلقها رحمه الله قبل 32 عاما مشروعا حضاريا شاملا يجمع أبناء الوطن بكافة مكوناته وتنوع ثقافاته وفنونه وتراثه على صعيد رحب يضيف للإنسان فكرا ومعرفة ويعكس صورة مضيئة لما يربط بين أبناء هذا الوطن، لتكون الجنادرية مصدر إشعاع ثقافي وفكري على مستوى العالم، تسعى للحوار والتقارب والتعايش وتعزز قيم الأمن والسلام. وها أنتم يا سيدي حفظكم الله تسيرون على نفس النهج في الاحتفاء بالعلم والمعرفة وتقودون شعبكم إلى آفاق العزة والكرامة والمنعة في مسيرة تصنع التاريخ وتقيم شرع الله وحدوده، تعلو بالحق ويعلو بها وتقيم العدل وتقوم عليه. سيدي خادم الحرمين الشريفين، إن أبناؤك في الحرس الوطني تملأهم السعادة والفخر والاعتزاز بوجودكم بينهم قائدا وموجها، وهم ينظمون هذا المهرجان في كل عام، مثلما أنهم يتشرفون بأن يقفوا وقفة العز والشرف في الحد الجنوبي من بلادنا الغالية مع إخوانهم في كافة القطاعات العسكرية حصنا حصينا ودرعا متينا، منفذين لأوامرك يا سيدي ردعا للعدوان وحماية للمقدسات والمكتسبات. سيدي خادم الحرمين الشريفين أيها الحفل الكريم، اسمحوا لي يا سيدي باسمكم وباسم شعب المملكة العربية السعودية أن أرحب بضيوفنا الأعزاء من المفكرين والأدباء ورجال الإعلام ومن الدول الشقيقة والصديقة ومن كافة أنحاء العالم ليساهموا مع مثقفي المملكة
وأدبائها في إثراء البرنامج الثقافي للمهرجان بندواته ومحاضراته في كل ما يتعلق بالفكر والسياسة والأدب. سيدي خادم الحرمين الشريفين، ضيوفنا الكرام، في كل عام يستضيف المهرجان دولة شقيقة أو صديقة لتقدم ثقافتها وتراثها، وفي هذا العام يسعد المهرجان باستضافة دولة ألمانيا الاتحادية الصديقة. ويسرني أن أرحب بالوفد الألماني برئاسة معالي وزير خارجية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاين ماير، حيث تشكل مشاركتها في الجنادرية إضافة مهمة لفعاليات المهرجان لما تمثله من مكانة تاريخية وحضارية، إلى جانب ثقلها السياسي والاقتصادي ودورها المحوري على مستوى العالم. كما إن المهرجان يا سيدي وكعادته في كل عام يقوم بترشيح شخصية ثقافية لتكون شخصية العام، وقد تفضل مقامكم الكريم بالموافقة على اختيار الأديب الأستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ومنحه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى باعتباره الشخصية الثقافية المكرمة لهذا العام، إزاء ما قدمه من إسهام فاعل للحركة الفكرية والإبداعية وتتويجاً لمسيرته الطويلة في مجال الكتابة والأدب. سيدي خادم الحرمين الشريفين، إننا من هذا المقام نجدد العهد الصادق بالمحافظة على هويتنا العربية الإسلامية وتراثنا وثقافتنا وإصالتنا، في ظل توجيهاتكم السديدة ورعايتكم الدائمة. حفظكم الله سيدي قائداً ورمزاً لهذا الوطن، وأدام على بلادنا الغالية أمنها وأمانها واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خادم الحرمين الشريفين، أيها الحفل الكريم، الكلمة الآن للدولة الضيف جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويلقيها بين يديكم معالي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاين ماير. Majestät, königliche Hoheiten, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nach fast zwei Jahren Vorbereitung ist es soweit. Wir eröffnen heute das Kulturfestival Janadria 2016. Es ist uns eine große Ehre, als offizielles Gastland an diesem Festival teilzunehmen. Ich freue mich, dass wir hier die Gelegenheit haben, Deutschland und seine Innovationen und Traditionen, wie es im Motto des deutschen Pavillons anklingt, einem breiten Publikum vorzustellen. Wir möchten Sie in den kommenden Wochen herzlich einladen, mit uns über unsere Kultur, unsere Werte, Traditionen, das Leben in Deutschland ins Gespräch zu kommen. خادم الحرمين الشريفين، أصحاب السمو والسعادة، حضرات السيدات والسعادة. بعد سنتين مضت من الاستعدادات والإعدادات لنلبي دور ضيف الشرف في مهرجان الجنادرية، جاء اليوم يوم الافتتاح لهذا المهرجان، مهرجان العام 2016. يشرفنا بالغ الشرف أن نلبي هذه الدعوة لنشارك كدولة ألمانية في هذا المهرجان كضيف الشرف. ويسعدني بالغ السعادة أن ننتهز هذه الفرصة لنقدم من خلال الجناح الألماني التقاليد الألمانية والابتكارات الألمانية لجمهور واسع في المملكة العربية السعودية. نحن ندعوكم جميعا لزيارة الجناح الألماني للتعرف
على ثقافتنا وقيمنا وتقاليدنا والحياة الألمانية اليومية. Wir werden im deutschen Pavillon in den nächsten Tagen ein breites Kulturprogramm erleben, Präsentationen, Diskussionen, Panelveranstaltungen, wie zum Beispiel über die politische Partizipation, Selbstverwaltung durch die Kommunen oder Frauen in der Wissenschaft. Wir werden bei diesen Diskussionen Gemeinsamkeiten, aber sicherlich auch Unterschiede feststellen. Aber gute diplomatische Beziehungen setzen erstens beidseitiges Interesse voraus, gegenseitiges Verständnis und setzen Verstehen wollen voraus, wenn es um die Kultur und die Tradition des jeweiligen Partnerlandes geht. Wir sind überzeugt, dass nur so nachhaltige Kooperation zwischen Staaten und Gesellschaften möglich ist. من خلال الجناح الألماني سوف نقدم لكم برنامجا واسعا عبر الأيام القادمة. البرنامج يتضمن عروض ونقاشات وحلقات نقاش مثلا عن نظام الإدارة المحلية في ألمانيا والمشاركة في اتخاذ القرارات أو حلقات نقاش أخرى عن دور المرأة في العلوم. سوف نكتشف من خلال هذه النقاشات قواسم مشتركة كثيرة وستكون هناك أيضا أوجه الاختلاف، لكننا على يقين من أن الدبلوماسية الجيدة من شروطها الرغبة في الاهتمام بالآخر والفهم تحقيق الفهم المتبادل، أيضا الرغبة الصادقة في فهم الثقافة الأخرى والتقاليد الأخرى في جو من التعاون بين الشركاء. نحن على يقين من أن هذه طريقة المثلى لأن يتحقق التعاون الحقيقي. Ich bin heute von einer großen Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturdelegation auf dieser Reise zu Janadria begleitet. Eine Delegation, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen will. يرافقني اليوم وفد كبير، وفد اقتصادي، وفد من مجال العلوم ومن الثقافة، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم لكم هذا الوفد المشارك في مهرجان الجنادرية. Zum einen ist dabei die deutsche Wirtschaft repräsentiert durch einen Querschnitt bekannter deutscher Unternehmen. Sie alle sind wie deutsche Unternehmer allgemein für ihre Verlässlichkeit und für ihr langfristiges Engagement bekannt. Anders als manch andere lassen sich deutsche Unternehmen selten in einem Land nieder, nur um schnelles Geld zu machen. Nein, es geht darum, langfristig Werte aufzubauen. Gerade hier in Saudi-Arabien schätzt man diese Haltung ebenso wie die herausragende Qualität deutscher Produkte und Dienstleistungen. Das gilt insbesondere auch für Berufsausbildung, die langfristige Schaffung von Arbeitsplätzen. Insbesondere die junge Generation ist derzeit eine ihrer größten Herausforderungen. Deshalb liegt uns gerade praxisnahe Berufsausbildung sehr am Herzen. Wir haben dazu in Deutschland jahrzehntelange Erfahrung, die wir seit vielen Jahren auch hier in Saudi-Arabien einbringen und weiter einbringen möchten. اولا هناك الوفد الاقتصادي الالماني الذي يمثل امهات الشركات المشهوره العالميه، هي معروفه بانه يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل، وهذا المثال الالماني الذي لا يتفق معه كل الشركات الاخرى التي لا تريد ان تبني علاقات طويله المدى. الشركات الالمانيه لا تسعى إلى تحقيق المكاسب السريعة، وإنما تريد أن تبني وتساهم في بناء الاقتصاد، وطرف سعودي يثمن ذلك كثيرا، أنه يثمن جودة السلع الألمانية وأيضا الخبرة الألمانية في التعليم المهني والخدمات. أيضا مهم أن يتم خلق فرص العمل، خصوصا الجيل الناشي الشباب يشكل تحدي في هذا المجال، حيث أن يتم توفير فرص العمل لهم. لذلك نريد أن
نقدم الخبرة في مجال التعليم المهني. عندنا في ألمانيا خبرة طويلة عبر القعود في هذا المجال، ونتعاون مع المملكة العربية السعودية في هذا المجال بشكل جيد. Die Deutsche Bank ist in der Delegation vertreten. Architekturbüros wie Richard Bödecker oder Kiefele und Partner, Logistik- und Procurement-Spezialisten wie V-Line Europe und Dussmann, die Lufthansa AG, unsere Experten für Bau und Bauplanung, Dorsch und Hochtief, Medizintechnikunternehmen wie Meyer Hake, Lürsen Schiffsbau ist dabei, unser Software-Champion in Deutschland SAP oder unsere Spitzenklasse der Ingenieursunternehmen Siemens, ThyssenKrupp sowie die Icefield Dry Ice und die Engineering GmbH. هناك شركات مشهورة مثل البنك الألماني دويتش بنك من مجال الهندسة المعمارية بودكا وكيفا فيلاند دوسمان من الخدمات أيضا لوفتانزا شركة الطيران الألمانية المشهورة وكذلك في مجال البناء دورش وهوختيف شركة هاك وليورسن لبناء سفن كذلك شركة اس اي بي المشهورة في مجال الإلكترونيات والحاسوب وكذلك في الهندسة أمهات الشركات الألمانية مثل سيمنز، ThyssenKrupp، آيسفيلد وغيرهم. Freue mich auch, dass der Bundesverband der deutschen Industrie mitvertreten ist in der Delegation und Guido Rebstock als Vertreter des Wirtschaftsministeriums in Baden-Württemberg. Aber Deutschland ist nicht nur ein Land für Arbeit und Wirtschaft. Das sind wir glücklicherweise auch. Aber Sie wissen, Deutschland hat auch eine selbstbewusste Zivilgesellschaft, eine vielfältige Kultur und eine herausragende Wissenschaft. يسرني أيضا أن يكون اتحاد الصناعات الألمانية ممثل هنا وكذلك أن هناك سيد ريبشتوك موجود الذي يمثل وزارة الاقتصاد في ولاية بادن-فيرتنبرغ. ولكن ألمانيا ليست فقط وطن العمل والاقتصاد وفرص العمل وإنما عندنا أيضا مجتمع مدني يثق في ذاته عندما عندنا ثقافة القوية والعلوم كذلك. Ich freue mich daher, dass auch zahlreiche Vertreter aus Politik, Kunst und Kultur mich auf dieser Reise begleiten. Sie alle haben sich gleichermaßen dem interkulturellen Dialog und der Völkerverständigung verschrieben. So ist zum Beispiel der Generalsekretär des Goethe-Institutes Johannes Ebert dabei. Das Goethe-Institut, das Ihnen während der nächsten Wochen in und um den deutschen Pavillon ein lebendiges Bild von unserer Kultur und Gesellschaft vermitteln und was noch wichtiger ist, mit Ihren Menschen ins Gespräch kommen möchte. Ich bin davon überzeugt, dass es gelingen wird, den Pavillon zu einem Dialograum, einem wichtigen Ort der Begegnung werden zu lassen. إنني سعيد جدا أن يرافقني هذا العدد الكبير من ممثلي القطاعات السياسية والفنون والثقافة كلهم يؤمنون بأهمية الحوار الثقافي وكذلك الفهم المتبادل بين الشعوب يرافقني أيضا المدير العام لمعهد جوته السيد إيبرت معهد جوته هو المسؤول أن تقديم العرض الثقافي الألماني من خلال الجناح الألماني وسوف يرسم هذا المعرض صورة حية للثقافة الألمانية وما هو الأهم أن يتم اللقاء مع المواطنين السعوديين وأنني على يقين أن يكون الجناح الألماني فرصة ممتازة للتعارف على بعضنا البعض وللحوار الثقافي. Dr. Lothar Dittmar ist dabei, der Vorstandsvorsitzende der Körber-Stiftung, die dem außen- und sicherheitspolitischen Austausch mit Akteuren der Region des Nahen und Mittleren Ostens regelmäßig eine Plattform bietet und Ihnen, vielen von Ihnen, daher sehr vertraut ist. Professor Dr. Eckhard Schulz ist dabei, der geschäftsführende Direktor des Orientalischen Instituts der Universität Leipzig sowie viele weitere Mitglieder der Kulturdelegation, zum Beispiel der Musiker und Komponist Marc Tafasul, der sich weltweit auch für den Zugang zu Trinkwasser engagiert. Ein wertvolles Gut, das Sie in dieser Region mehr zu schätzen wissen als wir in Europa. Und der Direktor des Museums für Islamische Kunst in Berlin,
Professor Stefan Weber, der seit fast zwei Jahren eine außergewöhnliche Ausstellung über frühe Hauptstädte islamischer Kultur vorbereitet, die in wenigen Tagen in Ihrem Nationalmuseum eröffnet wird. كذلك يرافقنا السيد ديتما كوربا هو رئيس مؤسسة كوربا التي تعمل في مجال السياسة والأمن وتساعد الشركاء في الشرق الأوسط على تخصيص منابر للحوار فيما بينهم ولذلك قد تعرفون هذه المؤسسة كذلك يرافقني الأستاذ الدكتور شولتز وهو رئيس معهد الاستشراق في جامعة لايبزيغ وعدد كبير من ممثلي القطاع العلوم والثقافي أيضا مثل الموسيقي والملحن مارك تافاسول الذي يعمل أيضا على توفير مصادر المياه في منطقة الشرق الأوسط والمياه هي طبعا ذات قيمة خاصة تعرفونها أفضل مما نحن في أوروبا كذلك هناك البروفيسور الدكتور فيبا هو مدير المتحف الإسلامي في برلين ومنذ سنتين ينظم البروفيسور فيبا معرض هام بعنوان عواصم إسلامية العواصم الإسلامية الأولى وبعد أيام سوف يتم افتتاح هذا المعرض أيضا في المتحف الوطني السعودي هنا بالرياض Majestät, königliche Hoheit, meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, wenn unsere Gesellschaften ins Gespräch kommen, hilft das nicht nur Brücken bauen über geografische und kulturelle Entfernungen hinweg, sondern es hilft auch, Gemeinsames zu entwickeln in Kultur, in Kunst, in Wissenschaft und ich bin sicher, auch in der Politik. Ich wünsche mir Begegnungen von Menschen unserer beiden Länder aus allen diesen Bereichen. Ich wünsche mir sie vor, nach und während des Janadriya Festivals. Aber vor allem wünsche ich dem deutschen Pavillon wie dem ganzen Festival viele Besucher, regen Austausch, gute Gespräche und neue Eindrücke. خادم الحرمين الشريفين أصحاب السمو حضرات السيدات والسعادة إنني على يقين من أن التبادل والحوار بين المجتمعات تساعد في بناء الجسور بين ثقافات وبناء الجسور بين المسافات الجغرافية حتى ويساعد ذلك أيضا في بناء قواسم مشتركة في العلوم والثقافة والفنون وأتمنى أن يساهم ذلك أيضا في بناء مثل هذه الجسور في المجال السياسي إنني أتطلع أن تكون المشاركة الألمانية ومهرجان الجنادرية مجال للقاء المكثف قبل المهرجان خلال المهرجان وبعد المهرجان إنني أتمنى للجناح الألماني ولمهرجان الجنادرية العدد الكبير من الزوار كذلك تبادل مكثف بينهم وقبل كل شيء الحوار المثمر. Majestät, königliche Hoheit, meine Damen und Herren, ich wünsche uns allen ein gutes Gelingen. Vielen Dank. خادم الحرمين الشريفين أصحاب السمو والسعادة حضرات السيدات والسادة أتمنى لنا جميعا التوفيق وشكرا. شكرا لسعادة وزير خارجية ألمانيا الاتحادية الصديقة السيد فرانك فالتر شتاينماير على هذه الكلمة سيدي خادم الحرمين أيها الحفل الكريم كلمة ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين يلقيها نيابة عنهم معالي الدكتور محمد بن عيسى رئيس مهرجان أصيلة بسم الله الرحمن الرحيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود حفظه الله، صاحب الجلالة الملكة حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين حفظه الله، ضيوف خادم الحرمين الشريفين أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، شرفني صفوة المثقفين من باحثين ومفكرين ومبدعين المشاركين في فعاليات الدورة 30 لمهرجان الجنادرية أن أعرب لجلالتكم عن تقديرنا وإعجابنا بالدور الثقافي الرائد الذي يطلع به مهرجان الجنادرية في توطيد عرى التواصل الثقافي ودعم مسيرة الحوار بين الشعوب من خلال رموز الفكر والإبداع فيها. وكما تعلمون جلالتكم، فإن العالم اليوم والمنطقة العربية والإسلامية على وجه الخصوص يواجه مخاطر الإرهاب والتطرف، ما يهدد الأمن والاستقرار والسلام. ومن ثمة فإن هذه الظاهرة الكبرى المتمثلة في مهرجان الجنادرية والتي أسسها المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل أكثر من 3 عقود جاءت في اعتقادنا لتوطيد سبل التعاون والتعايش والتفاهم بين الشعوب من خلال رأسمالها الرمزي المتمثل في قيمها وتراثها ومثلها العليا. كما كان للملك الراحل رحمة الله عليه دوره الرائد في تعزيز القيم الثقافية والتراثية لربط الأجيال بها وبتاريخهم بحزم وإرادة ثابتة ومخلصة. وبتشييده لهذا الصرح الثقافي الكبير ساهم الملك الراحل في الانفتاح على مختلف الثقافات بتوازن واعتدال في أفق تعزيز التفاهم بينها، إلى أن بادر رحمه الله بإقامة مؤسسة بشراكة مع الأمم المتحدة ترعى حوار الأديان والثقافات على مستوى العالم. واليوم وجلالتكم ترعون هذا المهرجان العتيد، تواصلون وتكملون رسالة سلفكم وشقيقكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إذ في عهدكم الميمون يتم تأصيل وتفعيل رسالة الإسلام للتسامح والاعتدال. كما أن قرارات جلالتكم الأخيرة لإيقاظ الروح العربية للم شمل العرب لما فيه استقرارهم وقوتهم تأتي مكملة لهذه المسيرة الثقافية الرائدة للمملكة. وهكذا أصبحت الجنادرية فضاءً فكرياً أدبياً وفنياً وموعداً منتظماً مفتوحاً ومتجدداً يوفق بتوازن في أنشطته وبرامجه بين الأصيل والجديد، منفتحاً بميزان دقيق على الخارج، منغرساً في البيئة المحلية، تلك خاصية تشرح أسباب نجاحه واستمرار إشعاعه، كونها تتيح لصفوة المثقفين والنخب المفكرة بلورة فكر مستنير يراعي هويات الشعوب وخصوصياتها الثقافية. وهذا ما يؤكد تنامي عدد المشاركين في مهرجان الجنادرية من مشارب وآفاق متنوعة. خادم الحرمين الشريفين، إن المملكة العربية السعودية في ظل قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة لتؤكد من خلال هذا النهج الثقافي الرفيع أنه مهما تفاقمت الأزمات وكثرت المصاعب فإن مهرجان الجنادرية بمقاصده المتجددة ونجاحه في استقطاب النخب المؤثرة يفتح باب الأمل في بزوغ غد مشرق تسود فيه قيم الاعتدال والتسامح، باعتبارها سماداً مخصباً لتشييد دعائم الأمن والاستقرار واحترام الخصوصيات الحضارية والقيمية للشعوب. زملائي المشاركون في هذه الدورة
من مهرجان الجنادرية يهنئون جلالتكم على رعايتكم لهذا الإنجاز الثقافي المميز ومواصلتكم دعم النهضة الثقافية في المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي خادم الحرمين الشريفين، ينطلق الآن سباق الهجن السنوي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما. للتراث والثقافة في دورته الثلاثين كما كان في كل دورة. قصيدة باللغة الفصحى يلقيها الشاعر معيض بن علي البخيتان. بسم الله الرحمن الرحيم، خادم الحرمين، هذه مناسبة عظيمة الطاهرة وسلمان والتاريخ. مرحبا أهلا بموفور الجنان، أو بحمد الجود والعهد المصان. مرحبا بالعدل في موكبه خضرة الأرض وتاريخ المكان. وحد الصف العروبي كله من ضفاف الأطلس حتى عمان، بأبي فهد ومن مسلكه أبيض منهمر الخير معان. إيه يا سلمان، والبر به مثل ما يجري به نبع الحنان. الجدود الزهر في بردته والحضور الفعم باهي الصولجان. وولي العهد محمود الندى عون ما يسمو به هذا الكيان. والولي الملتقى رحب ندى محمد الإنسان نهجا واتزان. إيه يا جنادرية الشعب الذي زانها الحرس الحر ومال. هز عبد الله في صولاتها وحبها الشهرة الأولى عيان. ملك أعطى وأبلى وبنى شرفة الأدب العالي فكان. متعب المقدام في ضلعته شاهد الراية. من أبلى وعان وكذا من أصلوا مهرجان الخير. وفتن افتنان عينات وتراث موغل في سما التاريخ لون وبيان. يا ولي الحب من أرحامنا لحمة الفخر فلان وفلان. عزنا الأول والثاني الذي ركض الصحوة واجتث الهوان. عزنا عبد العزيز المجتبى الأب العملاق قلب ولسان. ورجال ثبتوا من حوله جدهم وابن أبيهم عنفوان. خلصوا من جمع عرب الضوء الذي يتدلى صبحه والروحان. إخوة دين لله استلها وغذاها بالحليب الائتمان. وسمى وهي أمان بعده والأمانات ثقيلات ثمان.
كبرياء النصر والنفس التي حضنتنا بالبشارات احتضان. جئت يا سلمان يا من نهجه مذ عرفناه المزايا والضمان. جئت يا سلمان يا من نهجه مذ عرفناه المزايا والضمان. يا عطوف الرفلت في دربه كل نفس بالندى والأرجوان. يا ابن أقمار العلا من يعرب ذروة فيها تلاقى الأبوان. من مطاعين طوال خلدوا بالوفاء المحض من نار الطعان. لو رأك الواهبان استرفدا شيخ طي ويزيد بن المدان. لو رأك الواهبان استرفدا شيخ طي ويزيد بن المدان. أو رأك البائسان خذل جرول وابن أخيه الطمحان. مورق كالماء في غيمته كل ما استكثرت الآفاق. لان مرحبا ما رفرفت مخضرة بالدعاء واستلم الركن اليمان. مرحبا ما رفرفت مخضرة بالدعاء واستلم الركن اليمان. وتهادى الركب من كل اللغة وتساوى والحشود الأخشبان. مرحبا يا ابن الذي عمدها بالكبيرين ومن ساد وزان. يا ابن ذاك المنتقى من دوحة طالت النجم حديثا وكنا وكيا حديثا وامتنان. هتف الشعب هتف الشعب به فانفرجت ظلمة البيت رواب ورعان. كبرت قدسية الحب فما أنبل الجهد وما أحلى الأذان. المقامات الحسان التفتت والثرى هذا مقامات الحسان حين الوحي. المقامات الحسان التفتت والثرى هذا مقامات الحسان. هتف الكون بأعلى صوته ومدار الكون فينا الحرمان. وحدة مترعة مترعة الطيب كما كشف الباري لها سر الزمان. للوفيين ومن ضحوا به حرمة في كل صدر لا تدان. السنة والجود والمجد الذي أصل الأمة مذ كانت وكان. أيها المحرم هذه مكة ما توارى من هواها واستبان. فرحت بالعابد الآتي لها ابنها المبرور والتقوى الرهان. وقف الأهلون فيها بالذي يثلج الصدر ويحكي المهرجان. وجرت بالحمد للباري كما بعدت عن طبع هيل الهيلمان. واحتوت فذة روح مخلص جاءها يسعى ونادته فكان. تلكم البطحاء والشعب الذي من ثناياه مشاهير العيان. كعبة الله ومهوى شعلة وجهها عند السماوات الحصان. ذلك الحجر وهذه زمزم كوثر العدن وتلك المروتان. ومسيل من فراديس الجنان مطلق الذوق بديع اللمعان. خزعة الروح خزعة الروح وما نادى به ملك بالأمن فيها والأمان. الذبيحان النبيان هنا مهدهم والمصطفى في كل آن. صحف مرفوعة صحف مرفوعة حتى النهى وجباه خضلت بالزعفران. وهنا الأرقم والدار التي ظفرت طفرت بالعطر آيا وبيان. هذه تايم وهذه زهرة ونفيل وهناك الحسنان. وتراتيل حفلات لها مرتقا يهمي وأفواه اللدان. وبنو الجيرة من شعبكم والفريدان السواري والجفان. مرحبا مرحبا أهلا بمن حبه وفق الشرع ومن جافاه خان. السلام عليكم ورحمة الله.
ويشارك الآن يا خادم الحرمين الشريفين الشاعر الرائد مشعل ابن محماس الحارثي بقصيدة بهذه المناسبة. سلام واستعداد مبدأ ومدخال، تحية الإسلام بالعسكرية، أقدم بها جندي ورجلي وخيال من ريحة البارود والشاعرية. يوم كريم وجمعة أحباب وقبال، منبرك الساعات ساعة مجية، الليلة المحفل على نجد سلسال معقود بين رياض وجنادرية، الليث حيث الليث والغيث همال وديارنا دار مريف وفتية، غصب على خصوم العدا طرق وعقال المملكة عظمى وحرة وبية. في ظل من هو حاكم عاقد حال، من يوم هي وياه نجد العذية، من علمك يا نجد تحقيق الأمال غير الذي ما قد حكم فيك زيه، يا نجد لدي يمه العين لا زال للعشق والعشاق باق بقية، دمعة فرح تلي لها الخد من زال، لو تنسكب يا نجد حقك علي قولي هلا حييت يا طيب الفال مولاي يا سلمان يالله حية، وقولي لعبد الله مداهيلك ظلال، وقولي لعبد الله مداهيلك ظلال، عقبك حفظ متعب عليها الوصية، أنا الحرس وأنا مضاريب الأمثال، فالهجن ولا ضربة المدفعية من جيشك المنصور شاعر ومرسال لك لا شك مندوبك من الداخلية، حنا الدلايل فالهوايل والأفعال مسطرين المجد بالأولوية، حنا السعوديين بثياب وبدال وضيافة التاريخ صبح وعشية، حنا السعوديين بثياب وبدال بضيافة التاريخ صبح وعشية، ربعي هل التوحيد عالوا من عال قروا عليها الفاتحة والتحية، يا دارنا دار المكارم والأبطال الشعب كله قيس يا عامرية، أنتي الحال وسائل الأرض بالحال، يا من عليك وفيك خير البرية، محبتك ما هي سواليف جهال، يا غالية يا ثالثة والدية، قد ضمني حضنك من الجال للجال، من يوم فيك أبصرت هذه وذية وهذه وذي، يفداك يفداك من قال فيك الردى ولا فعل فيك سيء، والله والله ما يخونك من ابناك رجال الا خبيثين الهوى والهوية، السيف خلي فيهم السيف شغال، الطب ضربة عنق مهوبكية، هو ترفة معزي ولا زال فعال اللي حكم بفوق سرج العبية، ايام كنتي بر وجبال ورمال، من عاد ميزانيتك مهمهية، وشلون ما ترخص قبل رؤوس الاموال رؤوس الرجال اللي تقدم هدية، وانتي ظلالا كان مال الدهر مال عزوتها للعوجة، من انت صبية حكام للي من قبل فيك نشتال بطاقة الاحوال والتابعية، ملح فينا الدار بالهيبة هجلال ومحال فينا النصر في كل هيا، اللي يعترض من دونها كل ختال يبطح يدينه وتهشم الحية، دار عليها يلبس العز سربال ومرودنا والسيف والبندقية، اعرض بها يا حضرة النايف العال يا على ملك فالساحة العالمية، سلمان لا قبلك ولا بعدك ولال أسياد يعرف غير فيتك فيا، وأمة محمد كلها لشها بلال المسلمة والأمها اليعربية، أنت الفخر وانا على كل الاحوال قصيدتي جيتك بها في يدي، ان كان ما ترخي لها مسمع رجال ماني لها شاعر ولا هيبليه، سلمان اخو نوره وترقى بيحبال محي ذكر ذي قار والقادسيه، مليك نلي زلزل الارض زلزال يوم انتخب العزوه الفيصليه، خيالت العوجه على حرب وقتال من دون بيت الله ومسجد نبيه،
خيالت العوجة على حرب وقتال من دون بيت الله ومسجد نبية على اليمن يوم ارتعد فرسنا الذال في ساعة الهيجة مهوب سعوية عطل أوامر ساطي الرأس بالحال راكبا إلى الحتوف معبية حربية ما فوقها غير الأجال ومن الخميس ومن مطار الحوية قامت على الظالم تبهلل تبهلال تبرق وترعد مزنة عقربية خلت عدو الدين يخضع لها الذلال تحت القدم يا الدولة الفارسية دولة دجل والخامني دولة دجل والخامني فيك دجال لابوه لابوذنا بهالكاولية كذاب ومشعوذ وطاغي ومحتال دينه رعاع ولحيته مزهرية هذا الملك سلمان يا الخامن الضال ولا انت راس الفتنة الطائفية قطك وهو يشرب من الكيف فنجال عديل هالفنجال يا الشاذلية هذا الملك هذا الملك اللي بهالملك يختال عاش الملك وعاش من هو وليه محمد النايف بلا شك وجدال الراس نايف واليمين احمدية محنك الراسه وزن عقله جبال يسعى بها ويهزهز الجرهدية صلف عنيد هيل لين دال مهوب منجوم عظامه طرية ولي عهد المملكة سمح الاقبال حرز الوطن والدار فيهم حمية هو الطويل ايمان لقيل من طال قل طال عمره والامن والحمية المدح ما يبنى على هش وهيال معين الله والقصايد معية نفس التردد والإشارة نفس التردد والإشارة والإرسال دمه وابن عمه واخوه سمية ولي العهد شيال الأحمال فرز الوغى محمد زبون الونية مقطع حقوق الحرب حلال الإشكال في وجه أبوه ووجه جده أحلية محمد الحاكم حكم يوم الأهوال لها الولاء والبيعة المفصلية مهوب للبشت المطرز بالأزوال والله له وبالعزوم القوية بريال سوق الموت يهبط وبريال يهبط بسوق العملة المصرفية هذا أنت والله سيدي بنك الأجيال والله هو اللي مدنا بك عطية وابوك من علم بك العالم وهال كبر الدول واهل الجيوش العتية خلى الامم يا مجلس الامن تحتال في بو فهد وفهودها الصيرمية واضرب براسك عرض ما شفته طال يا مجلس ما يشرف مجالسية الشام ما شفته ولا مر في البال للجوع حتى الجوع حرب ضرية ارماحها هياكل عظام الاطفال تربيبهم في كل صوب ونحية بغداد 10 سنين واكثر بالاغلال عميق حزن وعارم الفوضوية في ليبيا يا مجلس الامن صومال والقدس ترزح باليهود وسبية قادة تحالف سيدي وانت عمال بطال من زود الخطأ والخطية تحالف الإسلام من ضرب التال عقبه وصرتي السيوف بحنية ألا الخليج اليعربي درع وعيال وعيال زايد زود عنهم شوية بالفعل ما هو بالحكاوي بالفعل ما هو بالحكاوي والأقوال وجيش يدحمنا حياض المنية الصدق سيف الحق والحق ينقال على رقبة الرجل من دون دية يالله وحنا نطلبك دوم ونسال تردع وتطفى الفتنة الجاهلية ما يستفاد من التجارب ومحال الروس هي والكراعين هي وترى العدو واحد من جنوب وشمال وعلى ضفوف وعلى ضفاف حدودنا الساحلية وعلى الوطن كله وفي شتى الأشكال وحنا ما زلنا معه والنار حية من دون محراب صدع صوت هبلال كل العرب على محك القضية ما لحد عن وضعنا اليوم معزال مصيرنا بحروفنا الأبجدية أما معك سلمان والحرب معدال ولا مع الشيطان حزب خلية أمركم
والقصيدة الثالثة يا سيدي قصيدة نبطية يلقيها الشاعر يوسف بن عبد الرزاق العصيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال من قدم على قوله السلامة، قال من قدم على قوله السلامة، شاعر يلقى مع الشعر انسجامه، من يصون أرضه ويعتز بتراثه في عيون الناس يزداد احترامه، ومهرجان تراثنا محفل وطننا يستحق انه يكون بهالضخامه، محفل متعب عسى تبطي سنينه، مو في حقوقه ومو ليه اهتمامه، من ثلاث عقود في عز ومعزه يلبس من حضور قادتنا وسامه، ومن ثلاث عقود هذا العام الاول يفتقد من كان راعيه وغرامه، يفتقد من ندعي ان الله يبيحه كل يوم من الاذان الى الاقامه، الملك اللي من يعد الحقايق يشهد بفضله وعدله والتزامه، ذاك ابو متعب فقيد اهل المكارم، ذاك من راي العرب بيده زمامه، ذاك من يدعون له زوار مكه لحرم المحرم واذا حلل احرامه، ذاك من في ذكره دموع المحاجر ابلغ من اقوال من يرثي مقامه، العمر محزم وهو لرضه ودينه، ما ذخر لاخر رصاصه في حزامه، ويا وطنا قرة عيون الكواكب سمرة ترابك بوجه الارض شامه، يا سفينة نوح يسلم من ركبها ما تهاب الموج لو زاد التطامه، يحفظك ربي وتحرسك وتحفك دعوة ابراهيم الى يوم القيامه، يمك انظار العرب وامة محمد باتساع الوقت ولا بازدحامه، لسجدت في حضرة الخالق تصلي وجهت للمسجد اللي فيه تهامه، قبلة الارض ومنار الكون كله مهبط الوحي وبدايته وختامه، ولا حقها الضيم والبعض خذلوها باصعب الاحداث واكثرها قتامه، وجهت يم الرياض الله يعزه في كنف من عزه المولى ودامه، تدري ان الشرق الاوسط ما يديره غير راس اللي حكم قصره اليمامه، راس لسلمان لا جات الصمايل ما يتم من الكلام الا كلامه، خادم البيتين مكه والمدينه مقدم اصحاب الجلاله والفخامه، اعظم الحكام تاريخ وعقيده واجزل الحكام حتى في خصامه، نجدة المضيوم زيزوم الحرام موصل حبل الرجاء عقب انصرامه، فارس عند المصادم ما تدرع روحه بكفه ودرعه من حسامه، يضرب بسيف بالاسلام تعبد اعوج حط الولي فيه استقامه، لا حضرها العيد ما يقر فطوره يدري ان العيد ما يقبل صيامه، الهزبر الضيغم الليث الغضنفر ليث وبين اليوث الهزعامه، من يلد العين في ساحة عرينة ما هو مامون من شر انتقامه، يبطش بنابن عن الهزل يتعفف مطعم وحوش الفلا فضل الطعامة، فرسته ما ياكل الا من نحرها تقر حطوله من حرها علامة، ويلطم وجيها العدا بمحمدينه في نهار فيه للرمي احتدامه، شبل اخوه وشبله اللي بالشدايد روسهم تقدح صعاطيره وقرامه، روس روس واليد من احفاده الموحد عزمها عزم وصرامتها صرامه، تستشد الريح وتهب العواصف والجبل سلمان من تصب قوامه، يا عربي اللي اعتزت فيها العروبه يطلع طلوع القمر ليله تمامه، اليمن يوم اخبث الخلق اخطفوها ما ضرب حسبه مكثره الملامه، من عقب ما وخذت من احضان اهلها ردها لاحضان اهلها بالسلامه، نصر يسجل في تاريخ الجزيره مثل نصر معزي بيوم الرغامه، وقف
نصر يسجل في تاريخ الجزيرة مثل نصر معزي بيوم الرغامة وقف وجنبه من الشيوخ التعاون ثروة أجيال الخليج المستدامة صفن أولها الفلاحي والخليفي رايته وحدة ولا فيه انقسامة صفن من أبطال قوات التحالف رايته وحدة ولا فيه انقسامة يا يمنى لو يغضون الحديقة واسم راعي القوش بين في اسهامه ما يغش المؤمن الدجال الاعور قبح وجهه ما تغطيها الهامه نعرف الخطه ونعرف من رسامها من قبل صنعه على سيف المنامه فتنه شذاذ الافكار احرثوها ما حصد زراعها غير الندامه ما تلقفها اغراب الفرس الاسود غير وسقور العرب فوقه ومامه عجلوه بكل صنديد مجرب من سلايل جيش سعد وجيش أسامة في ظهر طيارة خبط أجنحتها حدره البارود غاد له عسامة لدرجة في القاع كالناصر يدربل فاهق عن مقدم الراس الحمامة وانعطت يم السماء فالليل الأظلم غيمة براقها يكشف ظلامة مزنة فوق الإعداء صبت مطرها يفري بصنب الصخر تسعين قامه وقعها في صعدة وفي ناحيتها والعزة في قم مبنية خيامة لين راح لين راح محرك الفتنه بعدها يصفد الجيلان من شده هيامه راس من اللي يعتق بالقادسيه يتبع الشيطان ويطبق نظامه فقصرت ثرثرته وقلت حركته اعرف ان ابليس غايب عن دوامه كثر ما مرت من صدوف وحوادث ميه جيل وجيل قد بليت عظامه لا يزالون المجوس اهل الدسايس ولا نزال اهل القوة والشهامة دولة عمايم الشر مسختها ضيعت مشي الغراب من الحمامة زمرة ما الله مرفق من تبعها طغمة تخلط حلالة مع حرامة لو تركناها على غاية هواها لحقت خف الجمل ذروة سنامة حزبها من كل مخدوع مغيب لا حفظ دينه ولا حصل مرامة تطمع بملك يحول الله دونه تطلبه باسم الولاية والإمامة والله اللي حق سلمان بن حرها في يمن وشرقه وغربه وشامه في كل محور لها بالسيف الأجرب واعتلج فيها من الهامات هامة حركت زميرة وجاك يتهدد يزبد ويرعده مثل النعامة وعقب ما قام يتهدد ويتوعد زمرت كل الهلايم للهلامة يا وطنا ما تزعزعك الزوابع دونك اللي يموتهم دونك كرامة لانتهض نالك تحت راية ملكنا اختصامتنا ما هي بي اختصامة يطلب رضانا من يجرب زعلنا ويتهددنا الغشيم من الغشامة يحسب ان الحرب يجهلنا وحنا روس قوم ما تعرف الانهزامة عصبة فينا الولد ريحة ذخيرة يالفة من قبل لا يبلغ افطامة في تمايم مولده كل الهدايا من بنادق ربع ابوه ومن عمامه المنايا مثل ترفات الصبايا ما نقابلها بغير الابتسامة ويتعشق اللي يخوضون الهوايل تقل خوض الهول يعطيهم وسامة دارنا ما هي طمعة من طمعها نحتمي بحدودها عودة ثمامة ما حكم هلا محكمة الشريعة عزوة معزي انتهت الجهام سلامتكم. الكرم والوفاء سمة الأنبياء ومبدأ الأوفياء، وقادة هذه البلاد درجوا على تكريم المميزين من أبنائهم. سيدي خادم الحرمين الشريفين، الشخصية السعودية المكرمة هذا العام هو العلامة والباحث وصاحب التجربة الطويلة والغنية في مجال البحث والمعرفة، والذي أثرى المكتبة العربية
بعشرات الكتب والبحوث والدراسات المتخصصة وذات الصبغة النوعية في التناول والمعالجة. إنه أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقيل، والذي ساهم مساهمة فاعلة في إثراء مكتبتنا السعودية والمكتبة العربية بالكثير من الدراسات. وفي هذه اللحظات أيها الإخوة والأخوات، يتفضل خادم الحرمين الشريفين بتكريم العلامة أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري الشخصية السعودية المكرمة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في هذا العام بوسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى. وهذا نهج سار عليه قادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك المغفور له بإذن الله تعالى عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، وسار على إثره أبناؤه البررة من بعده. ويتشرف الآن الرعاة والداعمون للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين بالتشرف على مقامكم الكريم، وتتفضلون بتكريمهم. الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، ويمثلها صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، مؤسسة الوليد الإنسانية، ويمثلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد الإنسانية. شركة أرامكو السعودية، ويمثلها الأستاذ خالد بن عبد الله الرميح مدير شؤون أرامكو السعودية في منطقة الرياض. شركة الاتصالات السعودية، ويمثلها الدكتور عبد الله العبد القادر رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خالد بن حسين البياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية. المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ويمثلها معالي الدكتور عزام الدخيل رئيس مجلس الإدارة. مجموعة بلاد السعودية، ويمثلها المهندس بكر بن محمد بلاد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. الشركة العربية للتعهدات الفنية، ويمثلها الأستاذ محمد بن عبد الإله الخريجي الرئيس التنفيذي. البنك الأهلي التجاري، ويمثله الأستاذ منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس الإدارة. بيونغ المملكة العربية السعودية، ويمثلها الأستاذ أحمد بن عبد القادر جزار رئيس بيونغ السعودية. الرياض فارما، ويمثلها الدكتور وليد أمين الكيالي رئيس مجلس الإدارة. مجموعة حمد بن عبد العزيز الموسى التجارية، ويمثلها الأستاذ حمد بن عبد العزيز الموسى رئيس مجلس الإدارة. شركة بن سمار للتجارة والمقاولات، ويمثلها الأستاذ مسعد بن سمار العتيبي رئيس مجلس الإدارة.
الشركة الدولية للدعاية والإعلان، ويمثلها الأستاذ علي بن محمد العبدلي الرئيس التنفيذي. شركة بي أي سيستم ويمثلها الأستاذ أندي كار المدير التنفيذي العضو المنتدب لشركة بي أي سيستمز. شركة الجبر كيا موتورز ويمثلها الشيخ عبد السلام محمد الجبر نائب الرئيس. شركة توكيلات الجزيرة ويمثلها الأستاذ أحمد بن عبد العزيز المقيرن نائب الرئيس والمهندس سلمان الكلثمي. شركة بيكس لمعدات الديزل ويمثلها المهندس عادل صالح آشي مدير عام الشركة. مجموعة أجيال الجزيرة للتجارة والمقاولات يمثلها الأستاذ عبد الله بن طويل المطيري رئيس مجلس الإدارة. مكتب محمد الضبعان وشركائه للمحاماة والاستشارات القانونية يمثله الأستاذ المحامي محمد بن أحمد الضبعان. جريدة الحياة ويمثلها الأستاذ سعود الرئيس مدير التحرير. جريدة دار اليوم ويمثلها الأستاذ خالد بن إبراهيم الغانم مدير مكتب الرياض الإقليمي. جريدة الشرق يمثلها الأستاذ خالد بن عبد الله أبو علي رئيس التحرير المكلف. شركة سماءات يمثلها الأستاذ أحمد بن سعد الجبرين. روتانا خليجية يمثلها الأستاذ تركي الشبانة المدير العام. روتانا اف ام يمثلها الأستاذ حمد الناصر مدير إذاعة روتانا اف ام. جريدة عكاظ يمثلها الأستاذ عبد الله سليمان الحسون مساعد المدير العام للعلاقات وخدمة المجتمع. جريدة الرياض يمثلها الأستاذ سليمان بن ترك العصيمي رئيس التحرير. جريدة الجزيرة يمثلها الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس التحرير. جريدة المدينة يمثلها الأستاذ علي الرفاعي مدير إدارة العلاقات العامة. يتوالى في هذه اللحظات تفضل تكريم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله للرعاة والداعمين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، والذين كان لإسهاماتهم الأثر الكبير في نجاح فعاليات المهرجان في دورته الحالية وفي الدورات السابقة، حيث سجل المهرجان الوطني للتراث والثقافة حالة رائعة من التعاون بين القطاعين العام والخاص. ووزارة الحرس الوطني أتاحت للجهات الداعمة المشاركة في مهرجان هذا العام، والذين يتم تكريمهم الآن من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله في هذه المناسبة التي يشرفنا فيها ضيوف أعزاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والصديقة في مهرجان يجمع بين التراث والثقافة في لوحات من النقاش والتميز والإبداع على كل المستويات. وننتظر الآن يا سيدي الفائزين الخمسة الأوائل في سباق الهجن السنوي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. أيها الحفل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير في مهرجان الجنادرية 30 من عمره، وبحضور سيدي خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. مقدمة الشوط، صدارة الشوط المركز الأول، الصدارة والمقدمة مع الحزم على الصدارة، سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود مع مقدمة الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز الوصول من دلع وبدر بن مناحي العتيبي يتقدم في هذه اللحظات، النقلة على المركز الثالث والوصول في هذه اللحظات اللي انطلق بدور المركز الثاني نجد وصاحب سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود. ولكن الله يا الصدارة، الله يا المقدمة، صدارة الشوط، الحزم الحزم مع الصدارة، سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود. يا سلام يا الصدارة، يا سلام يا المقدمة، ولكن الله يا الحزم، الحزم الحزم مع صدارة، مع المركز الأول، مع السيارة، السيارة مع الحزم. تهانينا والناموس مالك الحزم سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود، تهانينا والناموس. المركز الثاني، ثاني المراكز وثاني التحدي كان الوصول، ثاني المراكز كان نجد وسيد سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود. تهانينا والناموس مالك الحزم من فاز مع المركز الأول، سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود حفظه الله، من حصل على المركز الأول مع الحزم جاء على المركز الثاني الفائز، سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود جاء في ثالث المراكز كان نجد وسمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود. إذا تهانينا والناموس مالك الحزم من حصل على السيارة بالمركز الأول لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود. إذا ها هنا لحظة وصول الحزم مع المركز الأول لسيد سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود. تهانينا والناموس لجميع الفائزين من حصلوا على الخمس المراكز المتقدمة للسيارات، ومن المركز السادس إلى المركز المئة جوائز نقدية من وزارة الحرس الوطني، ولهم جزيل الشكر. ها هنا لحظة الإعادة، وفي الإعادة إفادة، ها هنا الحزم سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود. من انتزع المركز الأول، من انتزع صوت السيف وشوط السيارة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذا تهانينا والناموس مالك الحزم سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود المركز الثاني، وكان الوصول من دلع بدر بن مناحي. المركز الثالث نجد، سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود. المركز الثالث الرابع العارض، سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود. وخامس المراكز وكان الوصول، المركز الخامس الوصول من هداج. إذا تهانينا والناموس. الخمسة الأوائل في السباق، سباق الهجن السنوي الكبير، والذين يتشرفون الآن باستلام الهدايا، وهي عبارة عن سيوف مذهبة للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، كما هناك هدية ومجموعة هدايا من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يقدمها نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. يتشرف الفائزون الخمسة الأوائل في هذه اللحظات كما تشاهدون أيها الإخوة والأخوات،
يتشرفون بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وضيوفه الكرام وتسلم جوائزهم. والتي تتمثل في سيوف مذهبة للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى وهدايا عبارة عن سيوف من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي سلمها نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. إذن على هذا المشهد تنتهي فعاليات هذا الحفل. نشكر لكم يا خادم الحرمين حضوركم، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ينصر جنودنا وأن يديم عليكم الصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهي